In the weeks leading up to International Women's Day, we interviewed inspirational women across the professional spectrum. We met a journalist, an inventor, and an entrepreneur. And most recently, we got a chance to sit down and have a heart-to-heart discussion with Sethrida Geagea. Ms. Geagea is the wife of the Lebanese forces leader, Samir Geagea. And in this exclusive interview, she talks to us about how they met and what keeps her going. So I wanted to ask you, first of all, I know you were a student in LAU, and you were very involved in politics. So how did you become involved in politics? تقول لك الحقيقة مظبوط أنا طالبة كنت بالLAU بس كنت طالبة ما كنت بمعترك السياسي بهذيك الفترة كنت طالبة فقط عم بدرس علوم سياسية مثل ما بتعرفي هو سيستم كريدتس هونيك كنت روح عنا ثلاث مرات بالأسبوع وبهديك الفترة ما كنت أبداً بالمعترك السياسي وما كنت أتعاطى بالجامعة بهذا الموضوع طيب how did you eventually get into politics؟ سؤال مهم أنا درست علوم سياسية أخذت الدبلوم تبعي الماستر الباتشلرز البي اي بال94 أخذت تخرجت بعد شهر ونص من اعتقال الحكيم بال94 هو اعتقل ب21 نيسان ال94 أنا أخذت إجازتي بعد بشهرين بالحقيقة تعطيت بالسياسة فتت فيها بعد ما اعتقل زوجي وبنفس الوقت انوجدت بفيت أكومبلي طلعت حوالي بهديك الفترة تشوف المسؤولين بالقيادة اللي كانوا بالقوات اللبنانية بهديك الفترة بعد اعتقاله في مجموعة كتير كبيرة فاتت على الحبس في مجموعة تانية سافرت لبرا وفي مجموعة تالتة أخذت قرارها أنها تناضل عن سابق تصور وتصميم أنا بعد اعتقال الحكيم بال94 بتقريبا شي شهر عملت اجتماع كبير لأكترية المسؤولين بهذيك الفترة فهمت منهم أنه هني خايفين يتحركوا مشان هيك بفترتها أخذت قرار أنه يبوقف بجانب القضية اللي من أجلها عم بناضل زوجي بهذيك الفترة يا بالنتيجة بيكون كل شيء اللي عم بناضل كرمال وراح دعان مشان هيك أخذت قراري بهذيك الفترة أني فوت بالمعترك السياسي بالمفهوم ما كان في سياسي بهذيك الفترة كان لبنان كله سوا باعتقال كتير كبير إذا بتتذكري كان في وصاية سورية في لبنان كان لبنان تابع لسوريا بهذيك الفترة بقى أنا في قول مش أخذت قرار أني فوت بالمعترك السياسي بمقدار ما أخذت قرار أني ناضل بجانب زوجي هو بالاعتقال جوا بالسجن وأنا برا وهيك بلشت Speaking of your husband, which you mention a lot, tell me a little bit about how you two met. أنا بتذكر كان عمري تقريبا شي 18 سنة التقيت فيه بعمر كتير صغير أنا من مدينة بشري وهو من بشري كمان التقيت فيه عمي كان يتعاطى بالسياسة سابقا هو النايب السابق جبران طوق صدفة كان بزيارة عند عمي وهونيك التقينا okay. And that's how it started. هيك بلشت هلا طبعا ببدايتها كانت مثل اي شاب وصبيه مش دغري الامور طلقت من اول لحظه بس لعل اكيد انه اعجبت بصراحته بجرأته هذا اللي خليني ارجع عمق العلاقه معه تشوف اذا في شيء ثاني ممكن يربطني فيه ونحن اليوم هون And you're here today, and you have been married for a while, and I know that your husband was in prison for 11 years, and this is a very important part of the whole Lebanese forces story, because we know that you struggled and you fought very hard to keep the party alive. So how did you do that for 11 years? هي بالحقيقة كانت 11 سنة وثلاثة شهور. وكم نهار كنت عم بعدهم يوم ورا يوم وما بخفي عليكي انه هالتجربة كانت من اصعب التجارب اللي مرقت فيها بحياتي وانما من اغنى التجارب
بنفس الوقت لأن صقلتني كأمرأة. مثل ما بتعرفي يمنى إنه الإنسان ما بيطلع الأحسن شيء فيه غير ما يمتحن، يعني غير ما الحياة تمتحنه بمراحل صعبة وقاسية. بعد 11 سنة اعتقال فات سمير جعجع على السجن، كان زعيم طائفة مسيحية، طلع زعيم وطني. هلأ طبعا استمراري بجانبه، أول شيء كنت كتير مؤمنة ببراءته كشخص، وكنت عارفة أنه هو عم بيحاكم سياسيا بهذيك الفترة، هو ومجموعة من رفاقنا بالقوات اللبنانية. اللي خلاني استمر كمناضلة بصفوف القوات اللبنانية هي مجموعة من رفاقنا اللي بقيت مؤمنة بالقضية اللي من أجلها فات سمير جعجع على الحبس، وهالقضية هي سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر. بقيت بجانب مآمنة باللي كنا نحن عم نعمله، هذا اللي خلاني أني كمل. توصلنا طبعا بذروة انتصارنا هو بال2005 لخروجه، خروج زوجي من السجن، بالإضافة لأنه مجيء كتلة نيابية للقوات اللبنانية من 6 نواب بهذه الفترة. وأنا بقول أنه بكتير تواضع قدرنا بهذه المرحلة نشبك علاقة مع الشريك الآخر المسلم في لبنان. وهون بقول أنا شهدت، ومش بس شهدت، وشاركت بانتفاضة الاستقلال بال2005 اللي بلشت كانت بال2001. انت بتعرفي انه السوريين بلبنان جربوا قد ما فيهم يبعدوا الطوائف عن بعضها مشان يقدروا يحكموا لبنان. مزبوط، كانوا تركين حواجز كبيرة بين المسيحيين والمسلمين. انا برأيي اول حاجز تخطيناه احنا من خلال لقاء قرنت شوان، وقت تمدينا ايدنا للشريك الاخر بلشنا بمنطقة الجبل، المصالحة الشهيرة شهيرة الام فيها غبطة البطريرك مع وليد بيك جنبلاط، وفيما بعد طبعا وقت قبل استشهاد رئيس رفيق الحريري كنا بلشنا، كان اول اتصال انا بتلقاه من الرئيس رفيق الحريري بأوائل 2005 بقلي ستريد انا عم تلفن لك تقلك انه الحكيم ما رح يبقى بالحبس، واذا الله بريد السنة بيكون معنا، وصار اللي صار. مشان هيك أنا بقول أنه اللي قدرنا نعمله بهديك الفترة مش بس نضال على مستوى القوات كحزب سياسي ورئيسه سمير جعجع وخروجه من السجن، قدرنا كمان بكتير تواضع نشبك علاقة مع الشريك الآخر في لبنان لخروج طبعا الحكيم، واستمرارية اللي استمرينا فيه طبعا لتاريخ اليوم، بالرغم طبعا من السوء التفاهم اللي صاير صغير هلأ على مستوى استحقاق الانتخابات النيابية. وأنا ملء الثقة أنه هذا الموضوع منتجاوزه ومنرجع منكمل الدرب سوا إذا الله بريد.